جاء ساهر ولا قلنا شيء، تدبلت المخالفات ما قلنا شيء، ارتفعت اسعار المواد الغذائيه برضو ما قلنا شيء، ارتفع العقار وارتفعت الاراضي ما قلنا، ارتفعت اسعار فواتير الكهرب ولا قلنا شيء، تدبلت المويه ولا قلنا شيء، ارتفع البنزين برضو ساكتين، حتى شركات الاتصالات تزرفنا ولا قلنا شيء. يعني الشيء الوحيد اللي نسمعه في السنوات الاخيره ارتفاع ارتفاع ارتفاع، يعني ما في انخفاض، ما في زياده، ما في مكافآت للمواطنين، ما في خدمات مجانيه. طيب طالما انكم خنقتوا المواطن وخليته يدفع كل شيء وغصب عنه عشان يعيش، امسكوا التجار، امسكوا التجار وجشعهم، لا يتحكمون في الاسعار على كيفهم. يعني بصراحه المواطن توهق، ما يدري يدفع راتبه على عياله وعلى بيته ويصرف عليهم ولا على التجار ولا على الحكومه، ما يدري ايش يسوي. وعلى فكره ترى الاشياء هذه اللي كل مالها ترتفع ويدفعها المواطن تسمى ضرائب، ضرائب يدفعها المواطن والمقيم ضريبه سكنه في السعوديه بس بطريقه غير مباشره، لانهم ما يبغون يجيبونها بطريقه مباشره ويقولون هذه ضرائب عشان ما ينصدم المواطن وينفجع، لا 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 لا، يجيبونها من بعيد يقصون الدوار كذا يقولون والله ارتفاع اسعار. بصراحه انا بديت اشك ان رؤيه 2030 مو بلا عام 2030، لا رؤيه 2030 يعني راح نشخر راتبك شخل لين نوصله 2030 ريال. في قاعدة تقول كثر الضغط يولد الانفجار، وأنا والله خايف على الحكومة من انفجار المواطنين بسبب الضغوطات عليهم، خصوصا من المواطنين اللي حالاتهم صعبة.